هل يمكن لأرواح الموتى أن تزورنا في المنام؟ وهل الأرواح جنود تتحرك ولها مهام محددة؟ هل الروح تموت أصلاً؟ وماذا تعني زيارة المتوفى الصالح لأهله في المنام؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحبتي في الله، الحقيقة موضوع الروح موضوع معقد جدا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا حتى نفهم الروح نحتاج إلى علم، نحتاج إلى تفكر. ولا ننسى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مهم، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وله دلالات عميقة في حياتنا للأسف نغفل عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ما معنى هذا الحديث؟ هل هو مجرد معلومة أم أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لنا شيء آخر؟ النبي يريد أن يغير نظرتنا لعالم الأرواح. نحن الآن ننظر لعالم الأرواح لأنه عالم غريب وخارج هذا العالم ولا علاقة لنا به، مع العلم أننا من دون روح لا نستطيع أن نعيش، من دون روح لا أستطيع أن أتكلم معكم ولا تستطيع أن تفهمني. الذي يميز بين الحي والميت هي الروح، بين الجماد والإنسان هي الروح. إذن أخي الحبيب، المهام التي يكلف بها الجنود تكلف بها الأرواح. لماذا سماها جنود؟ ما مهمة الجندي؟ الجندي مهمته أن يبلغ رسالة، أن يقوم بعمل معين، أن يحارب مثلا، أن يقضي على شيء، أن ينذر، يعني مهام متعددة. إذن بما أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الأرواح جنودا، معنى ذلك أن هذه الروح لها مهام، لها عمل. يمكن لإنسان ميت إذا كان صالحا وجاءني في المنام وأبلغني برسالة ما، ينبغي أن أخذ هذه الرسالة على محمل الجد، قد يحذرني من أهوال الآخرة، قد أجده في حالة حزن وألم، أجده في حالة ضيق، قد يحمل رسالة لي يقول لي انتبه الموت قريب. وكلنا طبعا الموت قريب منا، ولكننا نغفل عن الموت ونبتعد بتفكيرنا وسلوكنا عن الموت تماما. فإذا أخي الحبيب، المتوفى الصالح، الإنسان عندما يموت ويكون صالحا، يحقق له الله ما يشتهي. وآيات القرآن كثيرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقيامة الإنسان تبدأ منذ لحظة موته على فكرة، يعني بعد الموت لا يوجد فراغ، لا، هناك حياة أوسع من حياة الدنيا التي نعيشها. حياة الأرواح أوسع بكثير، والأرواح تنتقل بسرعة أعلى بكثير من سرعة الضوء بلمح البصر. يمكن للروح أن تصعد إلى السماء السابعة وأن تتنقل عبر الكون بلمح البصر بلا زمن، الزمن صفر. وبالتالي هذه الأرواح بعد أن يتوفى الله صاحبها، الروح لا تموت كما قلنا، لأن الروح من أمر الله. الذي يموت هو النفس، لأن الله تبارك وتعالى يقول، انتبه أخي الحبيب، كثير من الناس يخطئ في يخلط في هذه النقطة. كل الآيات التي تتحدث عن الروح تقول إن الروح شيء مقدس من أمر الله، شيء يعني عالي جدا، لدرجة أن الله سمى جبريل بالروح وسمى القرآن بالروح، لأن فيه أوامر تسعدك في الدنيا وتصرف عنك الشر
وكذلك أوحينا إليك قرآنا، لا قال روحا، روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. من الذي نزل به؟ جبريل، وهو الروح. إذن الروح دائما ونفخت فيه من روحي، لا تيأسوا من روح الله. إذن الروح شيء خاص بالله سبحانه وتعالى، شيء مقدس، لا يجوز أن نقول إن الروح تموت. ولكن الآيات التي تتحدث عن النفس في القرآن تتحدث عن موت النفس، مثل كل نفس ذائقة الموت، لم يقل كل روح ذائقة الموت. إذن النفس هي التي تموت. آية أخرى، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. إذن أنا الذي يهمني اليوم أن هذه الأرواح موجودة في الكون تسبح بأمر الله سبحانه وتعالى. روح الإنسان الصالح تنتقل منه بعد الموت وتصعد إلى ربها، تفتح لها أبواب السماء، تجدها في تتنعم عند الله. لذلك قال تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. إذا روحك ستكون فرحة. لا تحزن أخي الحبيب، احزن على من مات لك ولم يكن يصلي، لم يكن يذكر الله، كان يؤذي الناس، كان يلهث وراء الدنيا. لا تحزن على إنسان صالح لأنه فرح ولا يريد أن يعود إلى الدنيا. على فكرة سأذكر لكم قصة ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، عندما أرسل الله رسلا لهؤلاء المجرمين ولكنهم أرادوا أن يرجموهم وكذبوهم وتآمروا عليهم. فجاء رجل صالح من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، يعني لا يريدون شيئا منكم، هم يدلونكم على الطريق الصحيح. أنت إذا رأيت إنسان أعمى وأخذت بيده تقول له هذا الطريق الصحيح، يقتلك؟ يعني قمة الغباء سبحان الله. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم قال لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، تسجدون للحجارة وتعبدون أصنام لا تضر ولا تنفع، أنا أسجد وأركع وأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، مرجعكم إلى الله. حاورهم بالعلم والمنطق والحجة ثم قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون. عندما أعلى صوته ونطق بكلمة الحق قتلوه على الفور، لم تتحمل آذانهم أن يسمعوا كلمة الحق فقتلوه. ماذا قال في لحظة قتله، لحظة خروج روحي؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بالله عليكم هذا الإنسان حزين، نحزن عليه؟ فرح، وجعلني من المكرمين. انظروا، قومه قتلوه وهو يريد لهم الخير. تصور إنسان قتل مظلوما فقط لأنه يدلهم على الخير، جريمته أنه يريد أن يبين لهم الحق، وهو ميت قال يا ليت قومي يعلمون، يتمنى لهم الخير، يتمنى لهم الجنة. تصور أخي الحبيب، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن حال الميت الصالح صدقني هو يحزن علينا. هو يحزن علينا إذا كان صالحا فرحا مستبشرا عند ربي سبحانه وتعالى. لا يتمنى أن يعود إلى الدنيا أبدا إلا ليكثر من عمل الخير، يعني إذا كان لديه أمنية أن يعود ليكثر من عمل الخير، أما أن يعود ليعيش مصائب الدنيا وأحزانها، لا إنه فرح عند ربي، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم
ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا تريد إذا كنت أخي الحبيب أنت في حياة مع الله؟ لا أحد يتحكم بك بعد الموت، لا مرض، لا هم، لا خوف، لا خوف من المستقبل، لا حزن على الماضي. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ تريد أن تعود إلى هذه الدنيا الكئيبة؟ إذن هذا الرجل الصالح أخي الحبيب، زيارته في المنام قد تحمل رسائل عديدة لنا. يعني أحيانا تراه في حلة جميلة، يأكل ثمار جميلة يعني لذيذة، يتمتع، فهذه بشرى خير أنه في نعيم إن شاء الله، وهي رسالة لك، يقول لك انظر هذا النعيم ينتظرك. إذن أكثر من عمل الخير لتحصل على هذا النعيم. لا تأمن للدنيا، لا تلهث وراء هذه الدنيا، اعمل من أجل الآخرة. قد يطلب منك الاستغفار، قد يطلب منك مثلا، هذا الميت يأتي في المنام وهي أرواح كما قلت لكم، والمنامات والأحلام أيضا الروح لها علاقة بهذا الموضوع، سنتحدث عنه لاحقا إن شاء الله. قد يطلب منك أن تسامحه، أن تغفر له، قد يطلب منك أن تدعو له، لأن الميت أخي الحبيب ينتفع بدعاء الأحياء له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علما ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طيب إذا دعا له صديق صالح أيضا ينتفع به. يعني كلمة ولد صالح هنا لا نقصرها على ولد، أنت قد تحسن لصديق وتموت ويدعو لك، يصل دعاؤه لك. قد تفعل خيرا، تساعد إنسان، يصل دعاؤه لك بعد الموت، صدقة جارية. علم ينتفع به، قد تنصح إنسان نصيحة فينتفع بها، بعد موتك يتذكرك فيدعو لك، يصل دعاؤه لك إن شاء الله. وبالتالي أخي الحبيب ينبغي أن نكون يعني نوسع رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء، لا نضيق ونقول الميت إذا مات انتهى وكذا، لا، تأتيه أفعال الخير إن شاء الله. نسأل الله أن يرحمنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.